بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الفرض الأول في الرياضيات للفصل الثاني السنة الأولى ثانوي رقم اثنان أنصح به جذع مشترك علوم وتكنولوجيا قد نعتبر في المستوي المستوي إلى معلم متعامد متجانس أو إي جي النقط أ B حيث أ إحدثية ناقص اثنان ثلاثة ب ناقص ثلاثة ناقص اثنان سي ثلاثة واحد و ناقص واحد ناقص واحد قال واحد علم النقط أ ب سي و أ ثانيا قال بين أن النقط سي ب أ و ب على استقامة واحدة ثالثا قال عين إحداثيين النقطة أ بحيث يكون الرباعي أ ب سي دي متوازي أضلاع ثم رابعا قال أكتب معادلة المستقيم أ ب خامسا قال اكتب معادلة المستقيم دالتا الذي يشمل النقطة او ويوازي المستقيم ا ثم سادسا قال حل الجملة هي إي يساوينا خمسة إكس زائد ثلاثة عشر وخمسة إي يساوينا ناقص اثنان إكس ناقص سبعة ثم فسر النتيجة بيانيا إذا لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذا ننطلق أبنائي في الإجابة على السؤال الأول قال علم النقط أ ب سي و إذا ننطلق بالنقطة أ اللي هي الفاصلة ناقص اثنان وترتيبتها ثلاثة إذا ناقص اثنان مع مع ثلاثة إذا تصبح لنا في هذا الموضع النقطة ماذا؟ النقطة A. ها هي ناقص اثنان وثلاثة عندنا النقطة بناقص ثلاثة مع ماذا؟ مع ناقص اثنان أكيد سوف تكون لنا في هذا الموضع النقطة بها ها هي ناقص ثلاثة مع ناقص اثنان عندنا النقطة سي ثلاثة مع ماذا؟ مع واحد أكيد سوف تكون لنا هنا النقطة سي ثلاثة مع واحد وعندنا النقطة آه اللي هي ناقص واحد ناقص واحد سوف تكون لنا في هذا ماذا؟ في هذا الموضع يعني ها هي ناقص واحد مع ناقص واحد ها قد الآن قمنا بتعليم هذه النقط في هذا المعلم المتعامد المتجانس بعدها أبنائي نأتي الآن إلى ثانيا قال بين أن النقط C e و B على استقامة واحدة معناه هل نلاحظ في الشكل أنها على استقامية أم لا انظروا نعم إنها على ماذا على استقامة واحدة ها هي أمامكم انظروا لاحظتم إذا هذه النقاط في استقامة إذا نكتب هنا عنوان البرهان أن النقط من هما الذي هما سي و بي على استقامة واحدة لاحظوا وانتبهوا أرجوكم إذا نقول هكذا النقط النقط من هي سي و بي على استقامة واحدة إذا كان ماذا إذا كان عندنا الشعاع لاحظوا الشعاع من هو الذي هو بي سي يكون يوازي لنا بي أه. يعني هذا الشعاع وهذا الشعاع يكون متوازيا أي مرتبطان خطيا الآن نقوم بحساب بي سي بي سي كيف نقوم بحسابها النهاية نقص البداية اللي هي ثلاثة واحد ناقص هذا لنقاط السي ناقص البي الذي يصبح ناقص ناقص يصبح هنا زائد ثلاثة إذا زائد ثلاثة وناقص ناقص اثنان يصبح هنا زائد اثنان لأن النهاية ناقص البداية يصبح هنا أي أن بي سي كم يصبح لنا مركبة اللي هي ستة مع ماذا مع ثلاثة نأتي الآن إلى بي او ب نفس الشيء نأتي بإحداثيات التي هي ناقص واحد ناقص واحد ناقص ناقص إحداثيات البي لا يصبح لنا زائد ناقص ناقص ثلاثة زائد ثلاثة وهنا زائد اثنان تصبح هنا أي أن ب كم, كم هي اللي هي اثنان مع ماذا مع واحد نلاحظ الآن ب يوازي ماذا يوازي لنا ب أي ماذا نستعمل هنا جداء طرفين الذي هو الكروازي ما نسميه الكروازي كيف ذلك إذا قلنا ها هو بي سي الذي هو ستة ثلاثة وعندنا ماذا وعندنا بي او اه انتبهوا جيدا الذي هو ماذا الذي هو واثناني مع ماذا مع واحد لو نجعل هنا شرط توازي هذا في هذا ناقص هذا في هذا هل نجده صفر؟ نعم إذا نقول لاحظوا وانتبهوا نقول ستة في واحد ناقص ماذا؟ اثنان في ثلاثة يساوي كم؟ يساوي ستة ناقص ستة ويساوي لنا صفر نقول ومنه ب يوازي لنا ماذا؟ يوازي لنا بي سي أي النقط من هم النقط؟ النقط التي يسيء وبي على استقامة كيف هي واحدة، لماذا؟ لأن يوجد لنا هنا نقطة مشتركة بين شعاع ها هي النقطة بي وها هي النقطة بي، إذا لإثبات أن النقط في استقامية يكفي أن نقوم أن نقوم بحساب مركبات الشعين ونثبت على أنهما متوازيان مما يوحي إلى أن النقاط في استقامة واحدة أو على استقامية فقط. بعدما انهينا من هذا الجزء ناتي الان الى ثالثا قال عين احداثيي النقطه دي بحيث يكون الرباعي ا ب C دي بهذا الترتيب متوازي اضلاع اذا نكتب هنا تعيين احدى عفوا اذا قلت احداثيي دي بحيث الرباعي ماذا ا ب عفوا ا ب متوازي اضلاع لاحظوا وانتبهوا نقول هكذا يكون الرباعي من هو الرباعي ا دي سي دي متوازي اضلاع اذا كان شرط عندنا ما هو ان لاحظوا ابناء الترتيب اذا قلنا مثلا نقطة دي في هذا الموضع نقول ا يساوي لنا ا دي بهذا الترتيب يجب عليكم ان تحترموا الترتيب معناها تصبح لنا هكذا ا بي يساوي ماذا يساوي لنا دي اذا اذا كانت هنا ا بي يساوي دي سي ماشي سي دي حتى تفهموا الفكره جيدا بالترتيب حيث دي احداثيه اكس دي و دي سميناها هكذا اولا نقوم بحساب ا ب يقول احدكم يا استاذ هل يمكن ان نقول هذا الشعاع يساوي كذلك هذا الشعاع نعم يجوز ا ب ما هي مركبتنا ناتي باحداثيات ال اللي هي ناقص ثلاثة ناقص اثنان ناقص ناقص إحداثية الاصبح هنا زائد اثنان وهنا ثلاثة تصبح لنا كم تصبح لنا ناقص واحد مع ماذا مع ناقص خمسة وعندنا ا إذن اذا اذا تصبح هنا وعندنا دي اذا قلت هنا هكذا اذا هنا تساوي وعندنا كذلك دي سي يصبح هنا احداثيات السي التي هي ثلاثة واحد ناقص اكس دي ناقص ايكغيك دي لان المطلوب هو ايجاد ذلك نقول ا آه دي يساوي لنا ماذا دي سي معناه ماذا هذا يساوي لنا هذا وهذا يساوي لنا هذا لاحظتم تصبح لنا ثلاثة ناقص إكس دي يساوي لنا ناقص واحد والأمر الآخر واحد ناقص إيكغيك دي يساوي لنا كم يساوي لنا ناقص خمسة ننقل هذا إلى هنا وننقل هذا إلى هنا تصبح لنا ثلاثة زائد واحد ماذا يساوي يساوي لنا إكس دي لأنها معادلة ثم هذا ننقله إلى هنا وهذا إلى هنا تصبح لنا خمسة زائد واحد يساوي لنا ماذا يساوي لنا إيكغيك دي ومنه ماذا يصبح؟ تصبح لنا أي إكس دي يصبح يساوي لنا كم؟ أربعة و أي إيكغيك إي إيكغيك دي كم يساوي؟ يساوي لنا ستة تصبح لنا النقطة دي إحداثية أربعة ماذا مع؟ مع ستة أربعة مع ستة إذا جئنا إليها سوف نجدها في هذا الموضع تكون لنا النقطة دي حتى يصبح لنا الرباعي آه بي ها هو ا آه بي س ثم ماذا ثم دي ها هو امامكم ونعم انه متوازي اضلاع ارجو قد فهمتم الفكره ابنائي كيف نجد احداثيات هذه النقطه بما ان انهينا من هذا نت الان الى رابعا قال اكتب معادله مستقيم ا آه ب اذا نكتب هنا كتابه معادله المستقيم الذي اسمه ا ركزوا جيدا ابنائي اذا كان عندنا بماذا يعين المستقيم يعين المستقيم اما بنقطتين ا ب او بنقطه وشعاع توجيه اذا نقول هكذا نقول ا هذا يوازي لنا ماذا ام حيث آم إحداثية إكس ي بعدها أبنائي نكمل الأمر جد جد بساط سبحاننا هكذا أ بي عندنا عندنا مركباتها قد حسبت من قبل ها هي أمامكم الأ بي وجدناها ها هي قيمته اللي هي ناقص واحد مع ناقص خمسة إذا ناقص واحد مع ناقص خمسة وعندنا كذلك آ أم إحداثية هي إكس إي ناقص إحداثية الآ زائد اثنان زائد اثنان ناقص ثلاثة إذا عندنا أ أم يوازي لنا ماذا؟ لأن تكون عندنا نقطة في هذا الموضع أم فيكون هذا الشعاع وهذا الشعاع مرتبطان خطيا يعني متوازيا فتصبح لنا أ أم يوازي لنا أ نستعمل جداء هذا في هذا ناقص هذا في هذا يساوي لنا الصفر هكذا تقول القاعدة ناقص واحد في إي ناقص ثلاثة ناقص ماذا ناقص خمسة في إكس زائد اثنان شرط التوازي يساوي لنا الصفر ننشر هذا إلى هنا سبحاننا ناقص إي زائد ثلاثة والناقص هذا مع هذا ناقص صحيح زائد خمسة يعني خمسة إكس ثم زائد ماذا عشرة يساوي؟ يسا يعني يقوم بعملية النشرة تصبح لنا ماذا تصبح لنا مباشرة إذا نقلت هذا إلى هنا تصبح لكم ماذا تصبح لنا خمسة إكس زائد ثلاثة عشرة هكذا يساوي لنا إيجريك نورت تصبح لنا إيجراج. ماذا يساوي يساوي لنا خمسة إكس زائد ثلاثة عشر هذا هو معادلة المستقيم أو هذه معادلة المستقيم آه ب هذه مثلا طريقة يوجد لنا كذلك طريقة ثانية إذا سمينا هذه الطريقة طريقة واحد يمكن الآن أن نأتي إلى طريقة اثنان نقول هنا طريقة اثنان نحن نعلم أبنائي أن كل مستقيم معادلته كيف إذا كل مستقيم معادلته من الشكل كل مستقيم يكتب هكذا على الشكل ا او عفوا يساوي لنا ا اكس زائد ب هذه معادله مستقيم نقول اولا حيث هذه تصبح لنا ا ينتمي الى ا ما معنى ناتي باحداثيات ركزوا باحداثيات ال التي هي كم ناقص اثنان و ثلاثة نعوضهم في هذا الموضع الإكس يعوض هنا في مكان الإكس والإيجراج يعوض في مكان الإيجراج فماذا تصبح تصبح لنا ثلاثة يساوي ناقص اثنان في يعني ناقص اثنان أ زائد ب ثم عندنا نفس الشيء ب ينتمي إلى المستقيم أ ب نأتي بإحداثيات البي التي هي ناقص ثلاثة مع ناقص اثنان ونعوضهم كذلك فاصبح ناقص اثنان ماذا يساوي؟ يساوينا ناقص ثلاثة أ زائد ب لاحظوا الآن المعادلة هذه مع المعادلة هذه ثلاثة يساوي ناقص اثنان أ زائد ب نأتي الآن الهدف هو إيجاد أ و ب الآن لو نأتي إلى هذه هذه نقوم بضربها في ناقص واحد فماذا تصبح لكم؟ تبان الجملة هكذا ناقص اثنان يساوي لنا ناقص ثلاثة أ زائد ب ثم المعادلة الثانية لما نضربها في الناقص واحد لنا ناقص ثلاثة يساوي لنا اثنان أ ناقص ب نأتي الآن نقول ب الجمع طرف لمن لطرف هذا مع هذا كم يصبح يصبح لنا ناقص ماذا ناقص خمسة يساوي لنا هذا مع هذا كم يعطي لنا ناقص أ وهذا مع هذا ماذا يعطي لنا؟ أكيد يعطي لنا صفر ومنه أ آه يصبح يساوي لنا نضرب من هنا في خم في ناقص واحد ومن هنا في ناقص واحد فأصبح لنا أ آه كم يساوي مباشرة يصبح يساوي لنا خمسة ها هو أمامكم خمسة مثل ما وجدناه في هذه الحالة أرجو قد فهمت بعدما وجدنا قيمة الأ آه يمكن أن نأتي بها ونعوضها مثلا في هذا الموضع نعوضها في أي معادلة شئت سبحان ماذا؟ صبح ناقص اثنان يساوينا كم؟ ناقص ثلاثة في خمسة زائد ب تصبح ناقص اثنان يساوينا ناقص خمسة عشر زائد ب إذا ننقل هذا إلى هنا صبح خمسة عشر ناقص اثنان يعني ب يصبح لنا ثلاثة عشر مثل ما وجدناه هنا ها هو أمامكم ومنه معادلة AD آه كمستقيم هي ماذا؟ هي Y يساوي لنا خمسة إكس زائد ثلاثة عشر بالطريقة الثانية الطريقة الثانية هي طريقة جملة معادلة أما الطريقة الأولى فاستعملت الارتباط الخطي بعدما أنهينا من هذا السؤال نأتي الآن إلى خامسا قال أكتب معادلة مستقيم دلتا الذي يشمل النقطة أ ويوازي المستقيم أ آه سي إذا نكتب هنا معادلة المستقيم ضالط اذن لاحظوا جيدا هو عندنا هذا المستقيم يشمل النقطه أ ويوازي المستقيم آ, ا سي فماذا نقول عن ا سي ا سي يصبح لنا شعاع توجيه لهذا المستقيم نقول ا سي شعاع توجيه لمن للمستقيم ا آه المستقيم ها هو امامكم لانه قال يوازيه فيصبح ان هذا الشعاع اسي هو شعاع توجيه لهذا المستقيم ضال الذي يظهر هنا باللون الازرق حتى يعني في التمثيل فقط فماذا نقول نقول ا آه عفوا نعم ا يوازي ام حيث ام احداثيه اكس إيجراغ ونطبق مثل حالة التوازي. ناتي الآن لمركبات أ سي. أ سي نقوم بحسابه. تصبح لنا ثلاثة واحد ناقص الأ. إذا عندنا قلنا أ سي نأتي بإحداثيات الآن. الأ. علينا أن ناتي بها. لاحظوا جيدا. إذا ها هي إحداثيات النقطة أ. أضعها هنا. تصبح لنا هكذا. ناقص ناقص بحيث زائد اثنان ثم ناقص ثلاثة تصبح كم تساوي تساوي لنا خمسة مع ناقص اثنان ثم عندنا آم أو أو إم أو إذا أو إم يعني شرط توازي تصبح إكس إيكلاك ناقص إحداثيات الأو تصبح هنا ناقص ناقص واحد تصبح زائد واحد ناقص ناقص واحد تصبح زائد واحد فالآن عندنا أوو ام قلنا يوازي لنا ا سي معناه نطبق الان اذا قلنا ها هي ا سي ركزوا هذه مركبه خمسه وناقص اثنان وعندنا ام مركبه اللي هي اكس زائد واحد و زائد واحد نستعمل الان هذا في هذا ناقص هذا في هذا يساوي لنا الصفر شرط التوازي اي تصبح لنا كم؟ تصبح لنا خمسة في إي جريك زائد واحد ناقص ناقص اثنان في إكس زائد واحد يساوي لنا الصفر هذا هو شرط توازي تصبح لنا خمسة إي جريك زائد خمسة الناقص في الناقص تصبح لنا زائد معنا تصبح لنا اثنان في إكس يعني زائد اثنان إكس ثم زائد اثنان يساوي لنا الصفر تصبح لنا خمسة إي جريك. ماذا يساوي؟ إذا عندنا هذا ننقله إلى نصبه ناقص اثنان إكس وهذا مع هذا يصبح سبعة تصبح ناقص سبعة هذه من هي معادلة دالتا المستقيمة دالتا فقط بعدما أنهينا من هذا وانتبهوا دائما إلى هذه المعادلة انظروا إلى هذه وانظروا إلى هذه التي وجدناها كي نجيب عليه في السؤال الأخير قال حل الجملة Y يساوي لنا 5 إكس زائد 13، إذا هذا لمن؟ لو تلاحظوا هي معادلة من؟ المستقيم الذي حسبناه من قبل، انظروا هي أ ب إذا هذه معادلة ماذا؟ معادلة المستقيم أ ب وهذه معادلة ماذا؟ معادلة ظالطاء، لهذا قال فسر، أولاً قبل أن نتحدث نقول حل الجملة Y يساوي لنا 5 إكس زائد ثلاثة عشر والثانية اللي هي خمسة إيكغريك يساوي كم ناقص اثنان إكس ناقص سبعة هنا عندنا عدة طرق للوصول إلى الجواب يمكن أن نأتي إذا سمينا هذه المعادلة واحد وهذه المعادلة اثنين نقول نضرب المعادلة واحد بناقص خمسة يعني حتى نتخلص من الإيكغريك فتصبح لنا فنجد فنجد ماذا؟ أن خمسة إيكغريك عفوا ناقص خمسة إيكغريك يساوي ناقص خمسة وعشرون إكس ثم ناقص ثم عندنا ثلاثة عشر في خمسة، يصبح أن هذا في هذا اللي هو خمسة عشر، وهذا في هذا يصبح أن خمسة ستة، يصبح أن ناقص خمسة وستون هكذا، الآن مع ماذا؟ مع المعادلة الثانية التي لم نلمسها اللي هي خمسة إيكغريك. يساوينا ناقص اثنان إكس ناقص سبعة الآن بالجمع طرف لمن لطرف ماذا نجد أن هذا مع هذا سوف يذهب مباشرة فتصبح لنا صفر يساوينا كم ناقص سبعة وعشرون إكس ناقص اثنان إذا ناقص اثنان وسبعون ننقل هذا إلى هذا الطرف يصبح لنا 27 27x يساوي ناقص 72 ومنه x ماذا يصبح يصبح ناقص 72 على 27 ها قد الآن وجدنا عفوا ها قد وجدنا الآن x بعدها أبناء يمكن أن نقسم هنا على ماذا نقسم هنا على 9 على العدد 9 ونقسم هنا على العدد 9 فماذا نجد نجد ناقص ثمانية على ثلاثة إذا إكس وجدناه ناقص ثمانية على ماذا على ثلاثة يمكن الآن أن نستعمل طريقة الآن طريقة التعويض نأتي بها ونعوض في هذا الموضع نقول هكذا نعوض نعوض قيمة إكس في المعادلة واحد فنجد فنجد إيجريك يساوي لنا خمسة في ناقص ثمانية على ثلاثة ثم زائد ثلاثة عشر بحيث يساوي هذا مقام واحد البسط في البسط والمقام في المقام ناقص أربعون على ثلاثة زائد نوحد المقام ثلاثة عشر في ثلاثة على ماذا؟ على ثلاثة بحيث إيجريك يساوي ناقص أربعون زائد. تسعة وثلاثون على ثلاثة معناه إيجراك يصبح يساوينا ناقص واحد على ثلاثة إذا فتصبح هنا إكس ما هي هي الإكس التي هي كم وجدناها ناقص ثمانية على ثلاثة والإيجراك كم وجدناها أبنائي وجدناها ناقص واحد على ثلاثة هذا هو حل هذه الجملة إذا نكتب نكتب هنا هكذا أبني حل الجملة هو إذا نكتب هو ناقص ثمانية على ثلاثة وناقص واحد على ثلاثة حل لماذا للجملة بعدها ماذا قال قال سؤال آخر قال ماذا فسر ثم فسر النتيجة بيانية نحن نقول ماذا نقول هكذا التفسير التفسير البياني لحل الجملة السابقة هو ماذا؟ هو نقطة هو نقطة تقاطع ماذا؟ المستقيمين دالتا مع المستقيم الآخر الذي سميناه أ ب أين ذلك أبنائي؟ لو نأتي الآن ها هو عندنا مستقيم أبي، ها هو المستقيم أبي، وعندنا عندنا الآسي ها هو الآسي ركزوا جيدا نحن قلنا المستقيم دالتا الذي يشمل أ آه ويوازي لنا آسي معناه سوف يأتينا من هذا المكان لكن يأتينا يوازي هكذا إذا من هنا ها هو المستقيم الذي اسمه هذا من هو دال ط اذا تلك النقطه ها هي هنا تلك هي النقطه التي تمثل نقطة تقاطع هذا المستقيم مع هذا المستقيم وها هي هنا ناقص ثلاثة على ثمانية وناقص ثلث ارجو قد فهمتم الفكره اذا الحل البياني لجمله لي لي معادله دائما تمثل لنا نقطه تقاطع مستقيمين وفي الاخير ابنائي وبناتي الاعزاء اتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما ارجوكم الا تنسونا بالدعاء لنا بالصحه والعافيه والترحم على رحمه الطاهره كما يمكنكم زياره صفحتنا على الفيسبوك انها صفحه الاستاذ نور الدين ليصلكم لي جديدنا باستمرار والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته